ده شوف مع بعض تطبيق من تطبيقات الاندرويد اسمه اير درويد. التطبيق ده جميل، بيديك تحكم في الكمبيوتر بتاعك، تقدر تشوف مثلا الملفات الفايلز، تقدر تشوف التطبيقات ايه الحاجات اللي مساحتها كبيرة والحاجات اللي مساحتها صغيرة، تقدر تشوف الجهاز بتاعك كله. لو انت عايز تعمل فايند فوتو تدور على صورة معينة، ممكن تخش برضو تلاقي في على الموقع بتاعه اللي هو اير درويد، تقدر تتحكم في الجهاز بتاعك من هنا، او ممكن تطلب التطبيق بتاعك اللي هو اير درويد وتقول له مثلا عايز اتحكم في جهاز قريب مني، او عايز اتحكم في جهاز حد صاحبي او في الجهاز بتاعي. تقدر تبدل البيانات بين الموبايل وبين الكمبيوتر بتاعك بسهولة، وده تطبيق برضه موجود لو في حد عمل معاك شات، او في حد بعت لك، يعني في حد كان بيبعت لي رسالة على فيسبوك ظهرت ان في حد عايز يتكلم معايا هنا. تمام، فهو تطبيق بسيط وفوائده كتير ان شاء الله.